الإيطاليون على كسر ديمقراطيته، إنه لبنان. وبما أن صديقه رفيق الحريري يكلمه غالبا عن هذه المعاناة، وجد أن هذا الملف هو الأنسب لتتفق حوله فرنسا والولايات المتحدة، إضافة إلى أن الأمريكيين أنفسهم بدأوا يعتبرون سوريا عدوا بعد أحداث العراق. فعلا قد تصبح سوريا هدفا جديدا يصطاده النسر الأمريكي. شاءت الصدف أن يتوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى فرنسا في 5 و 6 من حزيران يونيو عام 2004 للمشاركة بالاحتفال السنوي 60 بمناسبة إنزال النورماندي عام 1944. كان شيراك قد انقطع عن رؤية بوش منذ جلسة الأمانة العامة في الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر عام 2003. دقت ساعة اللقاء الفرنسي الأمريكي. التقى الرجلان على عشاء ساهر في 5 من حزيران يونيو عام 2004 في مقر الإليزي، حيث كان بوش ضيف الشرف. نعم، حضرت العشاء وكنت جالسا إلى يمين الرئيس جورج بوش، وقد حضرت إلى جانب جاك شيراك ووزير الخارجية الأمريكي كولين باول وكوندوليزا رايس التي حلت لاحقا مكان باول، وكانت حينها مستشارة أمن الرئيس بوش. تعلمون، لم يكن هناك من موضوع يتحدث به شيراك مع الشخصيات المدعوة إلا ويتناول فيه القضية اللبنانية وملف الشرق الأوسط. ثم ما لبث أن خصص شيراك للملف اللبناني جلسة مطولة على جدول أعماله. توجه في 5 من حزيران يونيو إلى شواطئ النورماندي برفقة الرئيس جورج بوش والمستشار الألماني جيرهارد شرودر. اجتمع الرؤساء ليلا على عشاء عمل في غاية الأهمية، تباحثوا بمواضيع عدة، تكلموا عن الصين ولكن أيضا وخصوصا عن الشرق الأوسط ولبنان الذي شد انتباه الجميع لأن سوريا هي العثرة. اتفقنا أن نوحد جهودنا حيال سوريا لتحريك الجبهات لأنها لن تتحرك من تلقاء نفسها. أراد الأمريكيون الضغط على سوريا لتهدئة الجبهة العراقية وتثبيتها، ومن جهتنا أردنا تحريك الملف السوري على الجبهة اللبنانية. الرئيس بوش قلق على أمن إسرائيل ومشغول بالأزمة العراقية، راح يفكر بحزب الله وحماس والحدود السورية العراقية. أما شيراك فقد فكر أولا بلبنان وسيادته المغلولة. قال شيراك لبوش: هناك في الشرق الأوسط ديمقراطيتان اثنتان، الأولى قوية إنها إسرائيل، والثانية ضعيفة إنه لبنان. علينا مساعدة لبنان. فيما يخص الملف اللبناني، جرى شيراك الأمريكيين صوب لعبته وليس العكس. كان قائد السفينة وبيده زمام الأمور، طبعا بموافقة الرئيس بوش، حتى أن بوش قد أبدى استغرابه لأنه اكتشف أن شيراك هو الرجل الصعب الإقناع بملف العراق، هو الشخص ذاته الذي يندفع في ملف لبنان. والفرق الوحيد بينهما في قضية سوريا كان بوش ينوي تسوية الملف السوري على طريقته، فيما انهمك شيراك في تسوية الملف اللبناني عن طريق الحل السوري. هنا تتداخل الملفات ويكمن الفرق الوحيد بين الرجلين. من هنا تجدد إطار العمل بين الأمريكيين والفرنسيين الذين عاودوا الاتصال ببعضهم البعض. تأكدت المصالحة الفرنسية الأمريكية بعد أيام من قمة البلدان الثمانية في سي آيلاند. نشطت الحركة الدبلوماسية بين باريس وواشنطن وانطلقت فعليا تحضيرات القرار 1559. خلال هذه الفترة، لنقل في حزيران يونيو، صيف حزيران يونيو، حصلت أولا مباحثات واتصالات، حينها اتفق على البنود الرئيسية للقرار، ألا وهي الانسحاب السوري العسكري من لبنان، التحضير لانتخابات نزيهة دون أي تدخل خارجي، ومن ثم نص القرار على حل الميليشيات ونزع سلاحها وفقا لمقررات الطائف.
هذه البنود كانت تشكل جوهر المشاكل الطارئة في لبنان. من قلب الجهاز الدبلوماسي الفرنسي، وبالإضافة إلى جان مارك دو لاسابليير في الأمم المتحدة، هناك موريس غوردو مونتان وهو المستشار الدبلوماسي لشيراك. أوفده شيراك في تشرين الثاني نوفمبر 2003 سرياً إلى دمشق، لكنه جوبها برفض بشار الأسد مقابلته. كان يثق بمستشاره الدبلوماسي موريس غوردو مونتان في المهمات السرية. غوردو له دور في إعادة اللحمة مع الأمريكيين والبيت الأبيض، وبالأخص مع كوندوليزا رايس، وقد بدأ سويا بتحضير القرار 1559. أنا أعلم أن هذا النص صعب التمرير في هذه الظروف، وأظن أنه يمكننا أن نقوم بفعلين اثنين. علينا تفادي الفيتو، هذا بديهي. على الروس أن يمتنعوا عن التصويت، لأنني أظن أن الصين ستحذو حذو روسيا، ومن ثم علينا تأمين الأصوات التسعة. لا أظن أننا سنحصل على أكثر من 9 أصوات، ولكن يمكننا تأمين 9 على أقل تقدير. تعتمد العملية الدبلوماسية إذن على تأمين 9 أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن. الفكرة تكمن في المضي سراً لكي لا نثير شكوك سوريا وحلفائها. إنها عملية دبلوماسية، حلف فرنسي أمريكي لا يسعنا الإعلان عنه لأسباب عدة. لم يكن جاك شيراك يريد المجاهرة بالمصالحة مع الأمريكيين، كان معارضا شرسا للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، لذا فالمصالحة والمجاهرة بتقارب الآراء مع جورج بوش سينظر لهما نظرة سيئة وسيلقيا أصداء سلبية. كنا حينها في منتصف الصيف، وكان القرار حسب تقديري ووفقا للرزنامة المقررة غير متخذ بعد في نيويورك، لكنه قرار طور التحضير، وما زال الفرنسيون والأمريكيون حينها يتباحثون بشأنه. قلة هم الأشخاص الذين يعلمون هذا السر، وكان من المحظور إشاعة الخبر أو نشره. وفي خضم الصيف الخامل لم تشعر الإدارة السورية بخطر الضربة الآتية. لم يشعروا بالخطر يداهمهم، مما يدل على خصوصية تفكيرهم، أي التوحد الذي يعيشون فيه والذي تكلمنا عنه مسبقا. إنهم لا يعون أن تصرفاتهم وتصرفات أجهزتهم الأمنية وموظفيهم الذين يديرون لبنان خفية، ولكن الواقع يظهر تحركا علنيا لأدائهم هو سلوك لا يمكننا احتماله بعد اليوم. إنها مفاوضات تجري بصورة سرية، لأن الهدف كان مفاجأة النظام السوري بغية تحضير القرار. ونظرا لحالة التأهب السورية والضربات التي يمكن أن تسددها بما في ذلك ضد لبنان، قرر جاك شيراك وجورج بوش التحضير لضربة بصورة سرية. وبالنهاية يعلم الجميع أن القرار والتصويت لهو عمل فرنسي إنجليزي مشترك بمساعدة رفيق الحريري. في بيروت كباش من نوع آخر بين رئيس الوزراء رفيق الحريري والرئيس اللبناني إميل لحود، أو بالأحرى لعبة بوكر خطيرة. كان الحريري رافضاً إعادة انتخابي، اتصل بشيراك الذي كان يلبي كل طلباته. تعلمون، لم يكن شيراك في تلك الفترة إلى جانب الأمريكيين في مسألة العراق، علماً أنه رضخ فيما بعد. لم يكن شيراك موافقاً على انتخابي أيضاً، لأن الحريري كان رافضاً من جهته. في الوقت نفسه زارني الحريري وصرح بدعمه لتجديد ولايتي، لكنه طلب مني أن نتفق أولاً. استناداً إلى مذكرات جاك شيراك، كان صديقه رفيق الحريري منذ البداية شريكاً في تحضير مشروع ما سمي فيما بعد القرار 1559. يعتبر الحريري أحد صانعي هذا القرار من الجانب اللبناني، حتى أنه أعاد قراءة النصوص المعدلة فيها.
أما المستشار الدبلوماسي لشيراك موريس غوردو مونتان فهو من قام بتقديم نسخة عن النص للرئيس الحريري، وهي رواية لم يكذبها موريس غوردو مونتان قط. ما إن عاد من واشنطن حتى توجه فعلا إلى رفيق الحريري لينقل إليه تقريرا عن مهمته. كان الحريري يقضي عطلة في سردينيا على متن يخته، لم يعلم أحد ما حصل على متن اليخت، لكن يمكن التكهن بأن الحديث دار حول إنشاء القرار 1559 أو محتواه، علما أن مسودة القرار كانت قيد التداول بين باريس وواشنطن. من الواضح إذن أن ثمة تنسيقا قد حصل حول هذا الموضوع في سردينيا في أواخر آب أغسطس 2004. بدأت الحركة الدبلوماسية ذهابا وإيابا ترد إلى مسامع بشار الأسد. نشرت صحيفة السفير في بيروت أصداء مماثلة. حصلت المفاجأة في 26 من شهر آب أغسطس 2004 في قصر الشعب السوري في دمشق. في باريس كانت الصدمة. تلقى جاك شيراك تفاصيل اجتماع الأسد الحريري. قام رفيق الحريري بنقل وقائع الاجتماع بنفسه للرئيس شيراك كما أورد هذا الأخير في مذكراته. كان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام حاضرا لفترة وجيزة، وقد وصف لقاءهما بالعاصف. جاك شيراك يفوي من ديباس سوربري. كان شيراك غاضبا، ولكن الخبر لم يفاجئ، لم يتفاجأ، لأنه منذ عدة أسابيع وعدة أشهر كلما التقى بالحريري كان يحذره من أجل أمنه. كان يرى جيدا ماذا يحصل، كان يرى بوضوح تعنت النظام السوري، وكان يرى أن لدمشق حلفاء موثوقون في لبنان. توقع عزلة الحريري. ما حصل أغضب شيراك، لكنه أكد له أن السوريين وبشار الأسد خصوصا مستعدون لفعل أي شيء من أجل الحفاظ على نفوذهم في لبنان. إنهم لن يتخلوا عن شيء، ولا شيء سيثنيهم سوى قرار دولي كما خطط له، ولكنه قرار قيد الإنجاز. كانت مشاعر شيراك تمتزج بالغضب والكثير من القلق. في 27 من آب أغسطس، أي في اليوم الذي تلى الحادثة بين بشار الأسد ورفيق الحريري مباشرة، افتتح الرئيس شيراك المؤتمر 12 للسفراء الفرنسيين في قصر الإليزي. قرر الهجوم. أعطى تعليماته بهذا الشأن لجان دو لاسابليير ممثل فرنسا في الأمم المتحدة. بدأ السباق ضد عقارب الساعة. في بيروت دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة لتعديل الدستور بحيث يتم التمديد لولاية الرئيس إميل لحود. سارع الفرنسيون لكسب الوقت قبل جلسة البرلمان اللبناني. اجتمعت بالرئيس شيراك في 27 من آب أغسطس على هامش مؤتمر السفراء، ثم توجهت إلى نيويورك لأن مساعدي ميشيل دوكلو كان قد بدأ مشاورات مع الأمريكيين، وبموازاة ذلك كان غوردو مونتان قد بدأ محادثاته مع غونداليزا رايس. وصلت في اليوم 28 إلى نيويورك لأختم المفاوضات بين الفرنسيين والأمريكيين، لأننا سنضع نص القرار مع الأمريكيين في نيويورك. سيتصل كل بقيادته في العاصمة لوضع الصيغة النهائية بين 28 والحادي والثلاثين. سنقدمه في الأول من أيلول سبتمبر، ثم نتبناه في الثاني من أيلول سبتمبر. علينا أن نقوم بذلك قبل الثالث من أيلول سبتمبر، لأن البرلمان اللبناني سيجتمع في الثالث من أيلول سبتمبر لتعديل الدستور. كان يجب الإسراع. فيما كانت الاستشارات والمشاورات الدبلوماسية على أشدها في نيويورك بين باريس وواشنطن، كان بشار الأسد في دمشق يظن أن كلام شيراك خدعة. أخطأت القيادة السورية في قراءة كلام شيراك حول القوة. للمرة الثانية لم تأخذ القيادة السورية
تصميم شيراك على محمل الجد.